هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أبلغ من العمر 27 وقد مضى علي سنوات الحقيقة دون أن أصلي ودون أن أصوم، ولكنني في هذا العام عازم على الحج، فماذا أعمل وماذا توجهونني؟ مأجورين. لا بد أن تتوب إلى الله عز وجل من ترك الصلاة والصيام، لأنهما ركنان من أركان الإسلام، ولا يصح منك حج ولا غيره من العبادات إلا بعد أن تحافظ على الصلاة، على الصلوات الخمس. عليك بالتوبة إلى الله، ثم تحج بعد التوبة، تتوب إلى الله وتحافظ على الصلاة، تحج وتستمر على التوبة ولا تترك الصلاة طول حياتك. نعم.